أهلاً بكم. أقدم لكم قصة عن ملكة من أعظم ملكات مصر، نفرتيتي. ما سبب محو جميع آثارها؟ ولماذا نقش مكانه اسم ماريتو آتون وسمنكارا؟ وأيضاً نوضح سبب الخلاف بينها وبين الملك إخناتون بعد أن كانت زوجته المحبوبة. هذا ما نقدمه لكم في هذا الفيديو. تابع الفيديو كاملاً على القناة ولا تنسوا الاشتراك.